مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده عندنا اكتر من مناسبه هنتكلم عليها ونحتفل بيها. عندنا اعياد الجيزه، اهل الجيزه بنقول لهم النهارده كل سنه وكل شعب الجيزه بخير، كل رجال قريه العزيزيه، قريه الشوبك، اهالي مركز البدرشين، بنقول لهم النهارده كل سنه وحضراتكم بخير. كمان بحب اهني، المفروض ان احنا كنا بنحتفل باعياد اليتيم، عيد اليتيم، بقول لكل طفل يتيم فقد والده واستشهد في وبيحارب الارهاب او المتطرفين او الخونه، بنقول له كل سنه وانت طيب، وانت مش يتيم، كلنا معاك وكلنا بيك. كمان عاوز اتكلم في موضوع السيد الفريق كامل وزيري. كامل وزيري يمكن الحلقة اللي فاتت احنا كنا شكرناه على مجهوده انه وفر عربيات وصلت الناس لمنازلهم. كان طلع الاستاذ وائل ابراشي كان انتقد وضع معين وزحمة المترو. لا، احنا بنقول للاستاذ وائل احنا النهارده مش بنتصيد اخطاء ومش قاعدين ندور على سلبيات، لا النهارده بنشوف المترو اهو قدامنا. الفريق كامل وزيري عامل مجهود محترم، المترو فاضي، في نظام. صح، ممكن يكون خط واحد واثنين يبقى عليهم ضغط شويه، والخط ثلاثه يبقى معلش ضغط، لكن بيقولوا ان في مجهود بيبذل وفي شغل كويس بيتم على ارض الواقع. خلوني ابدا حلقه النهارده وارحب بضيوفي الشباب اعضاء اتحاد شباب قلعه المرازيق، الاستاذ احمد حسن. اهلا وسهلا بك استاذ احمد. ازي حضرتك؟ الاستاذ سيد سمير، اهلا وسهلا بك. وطبعا زميلتي الاعلاميه المحترمه أميرة مرسي، أهلا وسهلا بك أستاذ أميرة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. وخلونا قبل ما ندخل في جو الحلقة النهاردة هنشوف فيديو الطفلة ملك وهي بتوجه رسالة لشعب مصر. نشوف الطفلة ملك. رسالة للشعب المصري الطيب الأصيل. كلمات الشاعر العميد محمد هيكل. خليك في بيتك وضعفيتك واحذر الناس وخد عيالك جوه حضنك من النهارده لاسبوعين. متقولش ده المكتوب وتأذي في لحظه نفسك او ضماك. اصل الحظر وقت الخطر حتمي واساسي في اي دين. وقت المخاطر تبقى شاطر لاجل ما تزول الهموم. بلدك واهلك دول أمانة، اوعى تستهتر في يوم. وان كنت مش خايف على نفسك فبيتك ذنبه ايه؟ احنا في محنة وبالتحدي مصر من المحن تقوم. ابدأ بنفسك واعتبر من اللي بتشوفه بعينيك. غير عاداتك، اوعى تلمس اي شيء عادي بايديك. خلي الطهارة والتزامك هما في الأصل الأساس. خلي صلاتك جوه بيتك وادعي للدنيا وليك. يا فترة ومرحلة صعبة وصعبة كتير حاجات فيها، يا رب اشتقنا للكعبة فرجعنا نطوب بيها. يا رب اشتقنا للكعبة فرجعنا بيها. بإذن الله، بإذن الله هتفرج يوم في رب كبير ما بيسيبناش. من إمتى المحن بتدوم؟ ومن إمتى الفرج ده ما جاش؟ يا رب احفظ مصر وشعبها وأرضها وسائر البلاد المسلمين. يا رب احفظ مصر وشعبها أمين وسائر أهلها الطيبين. خلونا نبدا في حلقتنا النهارده وزميلتنا الاستاذه اميره. اهلا بيكم. عاوزه ترحب بالضيوف وتوجه كام سؤال كده للاستاذ سيد. اهلا بيك يا استاذ سيد. اهلا بحضرتك يا فندم. معانا استاذ سيد عضو اتحاد شباب قريه قلعه المرازيق. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. فندم انا كنت عايزه اسال حضرتك بس شويه اسئله كده، ويعني من اولهم انا عايزه اسال سؤال: متى نشات اتحاد شباب بالمرازيق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما ابدا كلامي انا بتوجه بالشكر لاداره القناه والقائمين عليها
وحضرتك الاستاذ محمود وفريق الاعداد. شكرا جزيلا. باسم اتحاد شباب قلعه المرازيق. نشكر حضرتك يا فندم. اللي بيشرفني ان انا اكون عضو فيه. اهلا بك يا فندم، نورتنا يا فندم في قلوب مصريه. ربنا يكرمك يا فندم. وعايز بس اتكلم كلمه بسيطه كده صغيره عن قريه قلعه المرازيق. اتفضل يا فندم. هي فعلا قريه بس هي كبيره برجالها وشبابها، تمام؟ اي فندم. وممكن تكون مواردها قليله وقريه فقيره بس غنيه بناسها واهلها، وقفهم جنب بعض دايما في الكوارث وفي الازمات. تمام. لان هم دايما بيضرب بيهم المثل في المجهود الذاتي. تمام. القريه دي عملت مدرسه بالمجهود الذاتي، عملت مساجد بالمجهود الذاتي. تمام. عملت محطات ميه بالمجهود الذاتي. تمام. لو انا هتكلم في الاعمال اللي عملتها القريه بالجهود الذاتيه عايز حلقه لوحدي. بس بعد اذنك، هي يعني نشات امتى؟ يعني امتى هرجع بقى هرجع لفكره نشأة اتحاد شباب قلعة المرازيق. ايوه. اولا عشان ما يعني ما ضيعش احد، اتحاد الشباب بدا بحاجه بسيطه جدا وعظيمه جدا. أيوة. بدا بجروب وصفحه على الفيس. تمام. شاب من شباب البلد وهو اساسا دلوقتي جندي من جنودها البواسل. تمام. عمل جروب على النت وبدا يخاطب الشباب زمايله ان احنا لازم نساعد الدوله في الفتره العصيبه اللي بتمر بيها. طبعا حضرتك كلنا عاصرنا الاحداث اللي جرت الفتره اللي فاتت من طبعا. كوارث وامطار طبعا. وظهور فيروس كورونا طبعا. اللي بندعي ربنا يحفظ مصر واهل مصر وشعب مصر منه. تمام. فهو عمل جروب على النت ده، شاب اسمه كريم مناع شحات الحشاش. شكرا ليه طبعا، بنشكره ده احنا بنشكره لان هو دي فكرته. طبعا. وفكره صفحه قريه قلعه المرازيق قام بيها برضو شاب اسمه محمد حسن تمام مخيمر عيد عبد الهادي، ده شاب من شبابنا اللي احنا بنفتخر بيهم. تمام. طبعا بدانا نخاطب بعض على موقع التواصل الاجتماعي، بدات الفكره تكبر. بدانا بحوالي 4 أو 5، النهارده ما شاء الله عدينا 50 شاب. تمام. هي طبعا الفكره مكرره، ممكن حد يقول ان الفكره معموله في كذا مكان وكذا محافظه وكذا قريه، بس عندنا الوضع في قلعه المرازيق يختلف. احنا بدأنا بخمسة، النهاردة في خلال 10 أيام عدينا 50. جميل. ولسه العدد الحمد لله بيتزايد. إن شاء الله. وطبعا كمان في دور عظيم قمنا بيه في العشر أيام اللي فاتوا، وفي أعمال كتيرة. أيوة بعد إذنك سمعت. أنا عايزة أعرف الأعمال دي سمعت مش بس في المرازيق. أيوة بالظبط. ولا في محافظة الجيزة، دي سمعت طبعا. في محافظات مصر كلها. زي إيه فعلا؟ وبقت مثال للشباب يقتدوا به. طب زي إيه الأعمال؟ حضرتك إحنا أول أعمال بدأنا بيها مواجهة كوارث الأمطار الفترة اللي هي عاصرتها البلاد في أيوة. موضوع الأمطار والسيول. أيوة. وتراكم الأشياء اللي نزلت من الأمطار طبعا، والطرق باظت والكلام ده كله. فطبعا كانت عبء على الدولة، وطبعا عشان تواجهها لوحدها كان صعب. كانت كارثة طبعا. فطبعا اتحاد الشباب بدأ يشكل مجموعات. أيوة. ماشي، لتطهير الشوارع من مياه الأمطار ورفعها. ماشي. وعمل طرق طبعا عشان سلك الطرق وظبطها بحيث ان الناس الكبيره وكبار السن والاطفال الناس تعرف تمشي. خلينا دي من ضمن الاعمال اللي قام بيها. خلينا ندخل الاستاذ احمد حسن. احنا يمكن شفنا لقطات وشفنا مجهود قام بيه اتحاد شباب قلعه المرازيق. شباب بيحب بلده، شباب امن بفكره انه بيقدم خدمات لبلده برغم الامكانيات الضعيفه، واللي هو استجمعوا وتواصلوا مع الناس كلهم وبدأوا يخدموا يطهروا الشوارع وينظفوها وبدأوا يعملوا مشروع تكافل. عاوزين نوضح حاجة يا جماعة، إن الشباب دول لا ينتموا الأحزاب، يعني المبادرات بتاعتهم كلها لا تخص حزب وما بيدعموش شعب حد معين، يعني ما فيش حد واقف وراهم داخل الانتخابات أو الناس دي عايزة تدخل الانتخابات، لا الناس دي بتدخل وبتشتغل حبا في البلد وانتماء للبلد وجهود ذاتيه. الاستاذ احمد حسن يكلمنا عن المساعدات وازاي بتجيكم المساعدات وازاي ان كنتوا بتطوروها وازاي بتستخدموها لخدمه اهليكم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمود واسره البرنامج. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الاول والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. عشان لازم نبدا بيها. اولا انا عندي موضوعين في القريه. عندي موضوع القمامة اللي هو الزبال. حضرتك احنا معانا في شركة اسمها شركة الهدى، ديت متعاقدة مع شركة الكهرباء على اساس تيجي يومي يعني من يوم او يومين في الاسبوع تشيل القمامة من على هذه القرية. لو ما جاتش اليوم الاولاني القمامة بالتدريم كلها على مدخل القرية، فطبعا ده بيسبب عبء كبير على هذه القرية في ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا اللي هو الفيروز اللي شغال.
فاحنا عاوزين بنوصل صوتنا للمسؤولين، يا ريت من رئيس مجلس مدينه البدرشين ومسؤول الوحده المحليه بقريه المرازيق الاهتمام بالوضع بالذات للكمامه دي. ده اول موضوع. فالموضوع الثاني ان بالنسبه للمساهمات اللي بتجيلنا، احنا ما فيش حد من بره البلد بيتبرى، احنا شباب البلد كلهم قايمين بالدور ده. بنقعد مع بعضنا في يوم جمعه، يا شباب عندنا كذا، بتلاقي الشباب كلها برجالها باي حد في القريه ما بيبخلش على بلده، حب البلد. فعند الشباب حاجه جامده جدا. وديك ذلك حضر الصور حضرتك لما طلبنا نعمل وجبات للناس اللي قاعده من الشغل، الناس يعني رحبت بالفكره جدا. والموضوع الاهم خالص مشروع المدرسه. مشروع المدرسه فيه 3.5 أريض اشتراهم فرد معين من البلد، استاذ محمد فهيم. شكري لا اولا حضرتك، بس احنا عاوزين البلد كلها تساعده، محدش يقول انا مالي. احنا الوقت انتوا لميتوا فلوس تقريبا اتلم حاليا يعني من شباب البلد ومن القائمين في البلد حوالي 200,000، المبلغ كله 1,050,000. فاحنا عاوزين يعني رجال الاعمال، اعضاء مجلس الشعب، يعني بصوا القريه معدومه الخدمات فيها، ما فيش اي خدمه فيها خالص، ولا حتى مكتب بريد ولا اي حاجه. فمش عاوزين نرجع لحاجه، انا بكلم المساهمات ما فيش حاجه بتجي لنا من الخارج او من بره او كده، كلها من شباب القريه. وحابب اشكر اهل قريتي وانا فخور بيهم جدا جدا جدا، ورجالها وشبابها واي حد يقف لصالح البلد. اشكر بس المهندس محمود مهدي على وقوفه جنب البلد، المهندس احمد نادي، الحاج علاء عبد الكريم، الاستاذ سعده سعيد، الحاج عبد الظاهر احمد، الشباب بقى احمد مناع شحات اخو الجندي من جنود مصر كريم، هو اللي عمل فكره اتحاد شباب قلعه المرازيق، الاستاذ محمود مسعد. شباب انا اسف ان انا ما مش هذكر اسماء كتيره، بس احنا عندنا 50 شاب. احنا بالنيابه عنك عشان ممكن تنسى حد معين، احنا بنوجه كل الشكر وكل التحيه للشباب اتحاد قلعه المرازيق. شفنا المساهمات بتاعتهم، شفنا دورهم في اداره الازمات، شفنا الجو المطر والاعصار كانوا بيشتغلوا في الشارع، شفناهم بيوزعوا الوجبات على الناس. اكيد في مشاكل كتيره حياتيه بتواجه الشباب. خلونا نطلع فاصل ونستكمل مشاكل قريه قلعه المرازيق. ورجعنا من الفاصل، وخلونا نرحب بشباب قلعه المرازيق. الاستاذ احمد حمزه، اهلا وسهلا بك استاذ احمد. الاستاذ فوزي مراد، اهلا وسهلا بك استاذ فوزي. اهلا وسهلا بك استاذ احمد حمزه. ازي حضرتك يا فندم؟ منورنا طبعا في برنامج قوه مصريه، والمسؤول عن التعقيم في قريه قلعه المرازيق. ايوه فندم. انا كنت عايزه بس اسال حضرتك بالنسبه للتعقيم، دورة التعقيم بتاعتكم ازاي، والمبادرة دي جت ازاي؟ ممكن حضرتك تشرح لنا؟ المبادرة دي بدأت يا فندم بعد موضوع المياه وموضوع المطر اللي نزل في البلد والكهرباء اللي قطعت، فبالتالي احنا بدأنا تدريجيا ننتقل لمرحلة دخلنا موضوع فيروس كورونا اللي مكتسح العالم كله، وطبعا في مشكلة كبيرة، وربنا يصلح الحال ويرفع عنا البلاء جميعا. امين يا رب. ان احنا نعدي المرحلة دي بخير، وان شاء الله يكون احسن بعد كده باذن الله. ان شاء الله يا فندم. دخلنا على موضوع بعد كده، دخلنا على موضوع التعقيم. فموضوع التعقيم ده احنا حضرتك بنبدا مثلا بنجهز الماده بالليل كلور مثلا، وتاني يوم طبعا بنشتغل على ان احنا نجيب مثلا موتور اللي هو التانك الكبير ده، احنا بنرش بيه المنطقه كلها. وده بالتنسيق مع كل الشباب اللي هو طهروا المنازل يا فندم والشارع. احنا بنطهرش البلد كلها من جميع الجوانب وشوارع من داخل الشوارع. طب انا استاذنك، انا شايف في بيكلموني في الكنترول في كميه مداخلات كتيره من شباب المرازيق، ومن هناخد اول مداخله. العمده عبد الله تركي، اهلا وسهلا بيك يا حضره العمده. معاك العمده عبد الله تركي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. احنا بنوجه لك التهنئه بمناسبه اعياد الجيزه، كل سنه وحضرتك وجميع اهالي قريه العزازيه والشوبك والمرازيق وقلعه المرازيق بخير. كل عام وانتم بخير مع الباشا. انت بخير يا فندم. وانت بخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل. احنا حضرتك طيب، احنا عاوزين نبذه كده عن اللي بيتم في كرة المركز في اعياد الجيزه، واحنا في ظل ازمه.
الحمد لله. احنا كل عام عياده الجيزه كما معروف للذكاء العامه بيبقى ليها ضوء معين، كان بيتعمل في يوم 30 مارس كل سنه، بس نظرا للظروف الحاضره دلوقتي حاليا بيحتفلوا بعيد الجيزه، فده شيء عظيم لمحافظه الجيزه كلها، لان الانجليز طبعا كده معروف للعامه برضه زمان في سنه 19 وكانوا حطموا القرى جميعها هنا في مركز البراشين من ضمنهم قريه الشوبك، نزله الشوبك. فالحمد لله يعني ليها احتفالات كل سنه وده تحت امر. احنا بنوجه لحضرتك يا حضره العمده كل التهاني وكل التبريكات بمناسبه اعياد الجيزه، وبنقول لحضرتك كل سنه حضرتك بخير وكل شباب محافظه الجيزه واهاليها بخير. كل سنه وانت بخير حضرتك. طيب وجميع الاسره والاخوه الاعزاء في التلفزيون معاك. نشكرك يا فندم. شكرا شكرا يا فندم. الف شكر لحضره العمده. اسمع شكرا جزيلا. نكمل مع حضرتك المشاكل اللي بتواجه الات المرزي. بالنسبه ان احنا موضوع التعقيم زي ما اتكلمنا ان احنا لو حد طلب ان احنا ممكن نعقم البيت بتاعه بنعقم عادي، والناس كلها ملتزمه باللي احنا بنقوله. طب يا استاذ احمد فضلي. معلش انا اسف لقطع كلام حضرتك. طب حضرتك كنت بتقول لي ان انتوا محتاجين خدمات وان البلد عايزه خدمات وتوفير خدمات معينة. اول حاجه احنا ممكن نتكلم فيها موضوع مكتب البريد. مكتب البريد ده انا ودي مثلا عنده 70 سنه ربنا يديله الصحه، فبيضطر يمشي مسافه حوالي 2 3 كيلو عشان يوصل لمكتب البريد. مكتب البريد ده انا على وجهه نظر الشخصيه جايز في حاجه ثاني، بس انا بتكلم على انا شايفه دي حاجه قليله خالص ممكن تتعمل مكتب بريد. طيب. واحده صحيه تتعمل علشان خاطر انا مش مجبر، يعني يكون عندي حاله بمشي حوالي مثلا 20 كيلو 30 كيلو بوصل يعني المكتب. نقول قريه الات المرزيق خارج نطاق شبه ما فيش خدمات. احنا ما عندناش غير مدرسه، دي الحاجه الوحيده اللي متاحه عندنا، وطبعا زي ما زميلي قال ان هي معموله بوجود الذاتيه، فاحنا بالتالي احنا ما بنطلبش حاجه يعني ايه احنا عايزين عادي. ومركز شباب برضو احنا ما عندناش مركز شباب، هو شامله جميع الخدمات. طيب. يعني لا مركز شباب ولا واحده صحيه ولا مكتب بريد، كل ده بيبقى على كاهل لحنا. نعم فندم. عندكم ايه في البلد خدمات؟ احنا لنا ربنا والساده المسؤولين يعني حد يعني انا بدعو الساده رئيس مجلس مدينه البطرشين ان هو يجي بنفسه يبص، انا ما اطلبش حاجه زياده. حضرتك اعمل نداء يعني من خلال البرنامج. من خلال البرنامج انا بطلب من الساده رئيس مجلس مدينه البطرشين يجي نظره كده في قريه قلعه المرازيق، واحنا تحت امره، انا هستقبله انا وكل زمايلي وهنستقبله في البلد، ويجي هو بعينه هو يشوف الدنيا ماشيه يعني ازاي. انا بضم صوتي لصوت الاستاذ احمد حمزه، وبنوجه رساله للسيد محافظ الجيزه والسيد اللواء رئيس مجلس مدينه البدرشين نظره لاهالي قريه قلعه المرزيق، القريه اللي هي تقريبا بعيد عن مكاتب وبعيد عن مصادر وبعيد عن اي حاجه تخص الاجهزه التنفيذيه في الدوله. خلينا نكمل مع الاستاذ فوزي ونشوف ايه الاحتياجات الضروريه اللي بتواجه قلعه المرزيق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قريتنا بلا خدمات خالص. اهم حاجه في القريه عايزينها هو الصرف الصحي. الصرف الصحي ده يعني كان مشكله كبيره في القريه، واحنا جرينا عليها كتير بس ما قدرناش نعمل اي حاجه للقريه ونخدم القريه بموضوع صرف الصحي. نتمنى برضو موضوع المدرسه ده يعني نقدر نكمل. الارض موجوده بس عايزين نبني ونظبط عشان الاطفال دلوقتي عدد كتير في المدرسه في الفصول، واحنا برضو يعني بلد ما فيهاش بوسطه ولا فيها مركز شباب ولا فيها اي خدمات، قريه بلا خدمات. ولو لولا اتحاد شباب قلعه مرازيق كناش جيناه هذا البرنامج يعني. كل مصر الشباب قلعه مرازيق هم السبب في مجيئتنا هنا. بيقول بيحفر في الصخر عاوز يعمل لنفسه مكانه. احنا عاوزين نغير بقى الفكره القديمه. الفلاحين دلوقتي انا في دي حضرتك فتحت حضرتك نقطه مهمه في الكلام اللي هي مشكله العماله بالنسبه للفلاحين، الناس اللي هي مثلا عندها ارض او مش عندها ارض، الغالبيه طبعا بيأجر ارض، الناس اللي بتطلع النخل والكلام ده، طبعا المنطقه عندنا كلها مشهور موضوع النخل ده، فبالتالي في ناس اللي هي بالعربي كده بالبلدي بيقول عليها ارزوقيه، ارزوقيه دي يعني ممكن يشتغل يوم وممكن يقعد ثلاث ايام، الناس دي برده احنا محتاجين نشوف لها حاجه بحيث ان هو مثلا يصرف مثلا موضوع التعويضه، لو في امكانيه احنا ممكن نوفر الكلام ده او نشوف حاجه بحيث ان الامور تتسهل اكتر من كده، لو في افراق احنا نعرف نتعامل معاهم ازاي او ايه الاوراق اللي ممكن نجيبها منهم يطلعوها او كده بحيث ان احنا بنعدي المرحله دي. طب احنا مشروع تكافل الكرامه اللي عامله السيد الرئيس للمساعدات والعماله الغير المنتظمه موجود يا فندم، ده متفعل ولا عندكم في لا موجود يا فندم متفعل عندنا بس في بعض الحالات برضو مش مستفاده بيه. لا هو الموضوع متفعل تكافل الكرامه ده في بعض الحالات مش مستفاده بيه في الكرامه، والناس تستحق في ناس ما تستحقش مستفاده وفي ناس ما تستحق مش مستفاده. طب دي نقطه جميله جدا يعني لازم نوصل صوتنا لاي حد مسؤول. يعني بنوجه برضو رساله للقائمين على مشروع تكافل الكرامه والشؤون الاجتماعيه في البدرشين، بنقول يا جماعه نظره للناس اللي هي اكثر احتياجا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
شغله الشاغل المواطن المصري في الكفور وفي النجوم طبعا. الناس الاكثر احتياجا. النهارده احنا بنوجه اكتر من رساله، بنوجه رساله للمحافظ، بنوجه رساله للوزراء، بنوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه نفسه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. في ناس صوتها ما بيوصلش يا سياده الرئيس، في ناس لغايه النهارده ما تمتعتش بالمميزات اللي حضرتك عملتها. اهالي قريه قلعه المرازيق الاكثر احتياجا، الناس اللي بتشتغل ومستنيه كل سنه عشان يجمعوا النخل، والناس اللي على الله كلهم اللي بيشتغلوا اليوم ويبطل يوم، الواحد فيهم لو اصيب او جرى له حاجه ما بيلاقيش يتعالج، ما بيلاقيش يصرف. طيب خلينا احنا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا من الفاصل وبنستكمل لقائنا وحوارنا مع اتحاد شباب قلعه المرازيق. احنا كنا بنتكلم على بعض المشاكل الحياتيه اللي بتواجه العماله الغير منتظمه. احنا الايام اللي فاتت دي بعض الناس اللي يمكن عندهم نيه ان هو يترشح في انتخابات او محليات بدا يصدر لنا كميه من المشاكل. يعني اتفاجئنا بمشكله في الغاز، مشكله في الخضروات، مشكله في الاحتياجات الضروريه في السلع. وزير التموين طلع وقال ان انا عندي احتياطي شهور، وكل الوزراء طلعوا واتكلموا وقالوا ان احنا عندنا الاحتياطي امن. اتفاجئنا بالغاز، كل واحد عاوز يترشح جايب انبوبه بوتاجاز جاي عاوز يتصور بيها. طب يا شباب انتوا باعتباركم شباب من قريه، في ازمه غاز عندك؟ احنا عندنا تقريبا ما فيش لازمه، تقريبا مش موجوده. يعني هو لوجيك كده في مصلحه مين عمال يصدر لنا في مشاكل وقضايا والنهارده غاز والنهارده خضار والنهارده بتاع اللي صدر ده هو بيصدر لمصلحه شخصيه له هو، انما احنا تقريبا عندنا احنا تقريبا الموضوع بالنسبه لنا يعني متاح، مش وده وقته ان انا ده وقت مش وقت ان انا اصدر مشكله، ده وقت احنا في الوضع اللي احنا فيه حاليا ده احل مشكلتي وبعد كده اجي اتكلم. انا احل مشكلتي الاول، يعني انا مثلا الفيروس اللي في الدنيا كلها ده ربنا يقوينا طبعا عليه، احنا مش ده مش وقت ان انا اقول انا عندي كذا ولا انا مبتدا اعمل اللي انا عايزه وبعد كده اعدي المرحله دي على خير وبعد كده اي حاجه بعد كده متاحه. عندي مشكله بعد كده اتكلم، انا عندي مشكله انا عندي كذا، لا بس حاليا الوضع الحالي ما يسمحش ان احنا نتكلم في حاجه بره نطاق اللي احنا فيه. انا ما ينفعش اصدر صوره، يعني حد كان بعت لي يقول لي اصل مش عارف فيه كام حاله. طب يعني احنا يمكن شفنا صوره اللي كان جايبها الاستاذ زويل الابراشي في البرنامج من كام يوم وبيكلم الفريق كامل وزيري، زحمه المترو. الصوره دي كانت سواء كانت قديمه او سواء كان، يعني المفروض ان انا بدور على الحاجات الايجابيه المجهود اللي بيتم، مش بدور على الحاجات اللي هي تعطلني. النهارده بنتكلم على مشكله في الخضار ومشكله في السلع التموينيه، وكل واحد عامل شادر وجايب شويه طماطم وشويه خضار وشويه طماطم وشويه خضار وعاوز يرجع السوق تاني. طب يا جماعه الدوله منعت السوق وقفلت المساجد وبدات تنظم الدنيا، احنا بنرجعهم تاني وبصوره يمكن لخدمات شخصيه. احنا معانا مداخله من الاستاذ محمود سعد. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك يا محمود مسعد. الاستاذ محمود مسعد. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا معانا اتحاد شباب قلعه المرازيق، وباعتبار حضرتك واحد من الشباب اللي يمكن شفناه في الصور وشفناه في المبادرات، كلمه تقولها لزمايلك الشباب وموجودين النهارده وتقولها للمسؤولين من خلال برنامج قلوب مصري. اشكر حضرتك واسره البرنامج على استضافتنا. يا فندم شكرا ليك. في البرنامج مع حضرتك. اهلا وسهلا. واحب اشكر زمايلي كلهم شباب قلعه المرازيق، الرجاله اللي بيقفوا في المواقف الصعبه كل واحد باسمه عشان اذكر اسامي كل الشباب الموجوده. واحب اتكلم عن بس شويه حاجات كده قالهم زمايلي الموجوده عن حضرتك ومشاكل القريه. يعني عندنا زي ما قال الاستاذ احمد مشكله المدرسه، مشكله الصرف الصحي، مشكله مكتب البريد اللي يعني هقول كبار السن عندنا بيعانوا معاناه كبيره جدا جدا في ان هو يروح يمشي حوالي 10 كيلو او 15 كيلو عشان يروح يقبض. وطبعا مفيش مواصلات، بتشتغل بالتوك توك طبعا. لا يا فندم انا شغال في مطعم مش في توك توك والله، يعني شغال في مطعم. طبعا الحاله اللي احنا فيها كلنا الايام دي اللي بتشتغل يوم وتقعد يوم، بس الحمد لله رب العالمين احنا احسن من غيرنا بكتير الحمد لله. وده الظرف بيعدي وان شاء الله هنبقى احسن. وكمان العماله اللي قال عليها استاذ احمد، العماله الغير منتظمه اللي عندنا دي متاثره جامد جدا. عندنا المدرسه عدد الطلاب فيها المتكدس الكبير جدا وقله عدد المدرسين. وطبعا بنشكر الاستاذ محمد فهيم ان هو مثلا ساهم في
شراء المدرسه زي ما قال الاستاذ احمد حسن قطعه الارض، وعندنا رجال اعمال بيساهموا، بس الموضوع مش مساهمات. احنا الموضوع مش هيستمر كده كتير، احنا عايزين الدوله هي اللي تقوم معانا تساعدنا في الحاجات دي. عندنا مشاكل كتير جدا زي ما قالوا زمايلي، عندنا مشاكل الصرف الصحي الاساسيه، المشكله الكبيره اللي البلد قايمه على يعني عايمه على مياه صرف صحي، دي مشكله كبيره جدا. مشكله مياه الشرب اللي مش موجوده، اللي احنا عاملين محطات ميه على حسابنا وبكلها انا بضم صوتي لصوت حضرتك، وبقول للساده المسؤولين نظره لقريه قلعه المرازيق، ويمكن كل الظروف متشابهه لكره البدرشين والمحافظه. عندنا مشكله كبيره جدا في القيود الانتخابيه، احنا اصواتنا كلها مش موجوده في القايمه بتاعتنا اللي موجوده في اللجنه الانتخابيه عندنا هنا، علشان ننتخب او حد من عندنا يطلع ينتخب بيطلع للمدرسه اللي يروح للمرازيق، يروح للبدرشين للمركز عشان يروح ينتخب. فاي حد بيجي عندنا احنا ما عندناش اصوات، كل الاسامي بتاعتنا والانتخابيه موجوده بره القريه. شكرا يعني شكرا يعني شكرا يا استاذ محمود، شكرا جزيلا، رسالتك وصلت، واكيد حد من المسؤولين بيتابعنا او بعض من الناس الاعلاميين المتخصصين اللي بيشتغلوا مع المحافظين ومع الاجهزه التنفيذيه. نقول كلمه اخيره، تقول الاستاذ فوزي يقول كلمه اخيره. اقول ان احنا اتحاد شباب قلعه المرازيق ايد واحده هدف واحد، صحبه صالحه عشانك يا رب، واحنا ان شاء الله هننجح في هذا الموضوع. كلمه الاستاذ محمود احمد يقول ايه؟ انا بس عايز اذكر اسامي الناس اللي واقفه عشان خاطر في سرعه عجله. يعني احب اشكر احمد جمعه، محمد جمال، مين تاني معانا، كريم مناح طبعا، واحمد مناع، ومحمود مسعد، ومحمد جمال حداد. بحب اشكر مين تاني معانا، مصطفى محمود، محمد خليفه، اوبرا، كل الشباب الكويسه اللي هي واقفه معانا بجد. انا مش عايز، انا بصراحه مش عايز انسى حد عشان خاطر الاستاذه اميره كانت عايزه تذكر حد تاني قبل ما ليا شكر كده خاص لاستاذ ساهر وسيلي اللي ساهم معانا في مبادره ساعد غيرك من خلال قلوب مصريه. انا بشكره جزير الشكر على المبادره الخير اللي عملها معانا، وان خلانا وصلنا يعني حاجات كويسه كتير لناس كانت تكاد تكون معدومه. بشكره جدا. شكرا. وميرسي يا استاذ. احنا في نهايه لقائنا بنوجه خالص شكر لكل شباب مصر، الشباب المخلص، الشباب اللي عنده انتماء لبلده، الشباب اللي عاوز يشتغل بجد مش عايز يطلع في الصوره. بنقول له شكرا، وكلنا بنقول شكرا ان مصر لينا ومصر بينا طبعا. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.